وننتقل إلى جريدة الوطن. التموين توزع سلع غذائية مجانية وملصقات أخلاقية على المواطنين في رمضان. وقع الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أمس بروتوكول تعاون مع الدكتور علي جمعة رئيس مجلس إدارة مؤسسة مصر الخير لدعم الغذاء والأخلاق. يتضمن توزيع سلع غذائية مجانية على أصحاب البطاقات التموينية خلال شهر رمضان المبارك بالإضافة إلى الحصص التموينية. وأعلن دكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أن البروتوكول يتضمن قيام مؤسسة مصر الخير بتوزيع سلع غذائية مجانية داخل أكياس على أصحاب البطاقات التموينية خلال شهر رمضان المقبل، مطبوع عليها مجموعة من القيم وفضائل الأخلاق التي يجب إحيائها والتمسك بها. للتعليق على هذا الخبر معنا هاتفيا الأستاذ محمود دياب المتحدث باسم وزارة التموين. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا استاذ ماء، واهلا بيك ومشاهدينك الكرام. اهلا بيك استاذ محمود. عايزين بقى من حضرتك يعني توضيح على موضوع السلع الغذائيه وايضا الملصقات الاخلاقيه، الفكره جت ازاي والتطبيق هيكون ازاي؟ هو كان عقد منذ فتره يعني ايام قبل الماضيه اجتماع بين الدكتور خالد حنك وزير التموين والتجاره الداخليه والدكتور علي جمعه رئيس مجلس اداره امناء ومؤسسه مصر الخير، وكان مهد الو أيوة فندم مع حضرتك. تم الاتفاق على توقيع بروتوكول لمساعدة الأسر المحتاجة ومساعدة محدودي الدخل من خلال المقيدين على بطاقات الزكية. والأمس تم توقيع هذا البروتوكول، وده بيشمل مؤسسة مصر الخير بتوزيع سلع مجانية أو زي شنطة رمضان على أصحاب البطاقات التموينية، وأيضا موضوع عليها ملصقات بتحس على القيم والأخلاق. تمام. في نفس الوقت هتقوم مؤسسة مصر الخير بطبع أيضا ملصقات بتحس أيضا على القيم والأخلاق الفضيلة. ويتم توزيعها على محال البقالة التموينية لازم عددها حوالي 25,000 محل التموين. طيب يا فندم معلش، هي فكرة الملصقات دي فكرة مؤسسة مصر الخير؟ والله هي فكرة مشتركة بين وزارة التموين ومؤسسة مصر الخير. زي ما بقول زي ما الإنسان المواطن المصري محتاج دعم غذائي، أيضا إحنا محتاجين دعم روحاني، دعم أخلاقي. وأيضا من ضمن البروتوكول إن وزارة التموين تستفيد بالخرائط الرقمية وللأسر الفقيرة ومستحق الدعم اللي بتمتلكها مؤسسة مصر الخير لتوصيل الدعم الى مستحقيه. وايضا سوف تقوم مؤسسه مصر الخير بانشاء مناطق لوجستيه هي لتخزين السلع الزراعيه والمنتجات الغذائيه اللي بتحد من تكلفه النقل والهدر من السلع، وده بيصل لحوالي 60% من المنتجات الزراعيه، عشان يتيح لوزاره التموين انها تقوم بطرح السلع باسعار مخفضه للمواطنين وخاصه محدود الدخل في مجمعات استهلاكيه وشركتي الجمله. تمام. وايضا في خبر جديد، الدكتور خالد حنف وزير التموين والتجاره الداخليه وضع نظام جديد لتوزيع السلع التموينيه بدايه من الشهر المقبل ان شاء الله، ان هيتم طرح حوالي 20 سلعه غذائيه وغير غذائيه اضافيه على البطاقات التموينيه، وهيكون هنا من حق المواطن ان يقوم باختيار ما يحتاجه وما يناسبه من السلع الغذائيه وغير الغذائيه شهريا بما قيمه الدعم المخصص له. تمام، يعني ده هيبتدي من شهر رمضان ويستمر على طول. ده بالنسبه للبطاقات التموينيه حضرتك، ده ال 20 سلع اضافيه هتنطرح، هيبقى الصنف الواحد له كم نوع، يعني الزيوت هتبقى لها كم نوع، الشاي، السكر، الرز، صلصه، جميع البقوليات، لحوم، اسماك، دواجن. المواطن هيختار ما يناسبه. يختار الحاجه اللي هو محتاجها. بالظبط، عشان نرد على مشكله ان كان في مواطنين كتير بيشتكوا من نقص السلع التموينيه او عدم جودتها، والمنتجات اللي هيتم طرحها من منتجات القطاع العام والقطاع الخاص. تمام، دي فكره كويسه جدا، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذ محمود دياب المتحدث باسم وزاره التموين.